السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شكشوكة الفراخ، اللي هي بسم الله ده 850 جرام صدور فراخ يا حبايبي. جبت فرخة 3 كيلو وخدت منها الصدر، طلع 850 جرام صافي بعد ما قطعته مكعبات كده، جيته 150 جرام عشان الفرخة وزنها 3 كيلو الا 150. هنبدأ بسم الله. دلوقتي يا حبايبي حطينا الصينية اللي هنعمل فيها الشكشوكة، هنحط الزيت ثلاث بصلات صغيرين يا حبايبي، دلوقتي يا حبايبي هنقلب البصلة كده لما تاخد لون، وهنحط معاها معلقة ثوم كبيرة. دلوقتي يا حبايبي البصلة خدت لونها، هنحط معاها معلقة ثوم كبيرة. ودي يا حبايبي لون البصلة مع التومة اهي، مش هنحمرهم على الاخر، وهنحط عليها الصدور الفراخ. بسم الله. وده يا حبايبي فلفلاية الوان، ثلاث فلفلات خضرة حار بلدي. لو مش عايزين، مش لو ما بتحبوش الفلفل الحار حطوا فلفل اخضر، فلفل رومي. ودي كمان معلقة توم يا حبايبي هنحطها نية. قلب الفلفل مع التوم مع المكونات كلها يا حبايبي اللي حطناها. ودي صلصة يا حبايبي من اللي عملناها مع بعض، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف يا حبايبي، هنحطها على الفراخ. دلوقتي يا حبايبي هنحط على مكعب ماجي، معلقة فلفل اسمر صغيرة مش ملانة، مش ملانة قوي يعني، معلقة بهارات، نقلبها يا حبايبي كده ونسيبها حوالي 5 دقايق كمان على البوتاجاز. دلوقتي يا حبايبي الشكشوكه خلصت اهي، هحط عليها معلقه الا ربع السبع بهارات ومكعب. طبعا الماجي ما ظبطهاش في الحوض، هحط ذره ملح.
دلوقتي يا حبايبي خلصت دلوقتي وهندفع عليها. ودي يا حبايبي شكشوكه الفراخ خلصت اهي، ريحتها روعه فوق الوصف، ومعاها رز ابيض بالكمون ومعاها سلطه خضر. ودي كانت وصفتنا النهارده يا حبايبي. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناه، وبالف هنا وشفا، وبدعواتكم يا حبايبي وحبكم في الله.